اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elder Ring. بهالحلقه عندنا قتال الزعيم، هم بصراحه ثلاث زعماء، بوتر دي كريستاليان، الستاف رينج بليد والسبير. تمام، هذا واحد منهم يستخدم، او بالاحرى ثلاثتهم يستخدمون سكارلت روت، وكل واحد له اسلوب قتال مختلف نوعا ما. فما انصحكم بالبدايه تقاتلهم، لان ممكن يكون شويه بها نوعا ما صعوبه. طبعا هذول الزعماء، لحظه صارت بالسكارلت روت، خلينا ناخذ شو اسمه، نسيت اخلي مال المضاد مال سكارلت روت. من تجون هذول الزعماء اخذوا المضاد مال سكارلت روت. تمام، استخدموا ضدهم هاي المهاره مال التنين حتى يكسر الاجسام مالتهم، يقدرون يدمجوهم. لما يدمجون اذا ما يتكسر الجسم مالتهم باو، لحد الان باو تقريبا ما دمجوا الا شويه، فلازم يكسر الجسم مالتهم بالتعويذه مره ثانيه مال التنين. باعوا كسرناهم، كسرت اجسامهم باعوا، يلا يبدون يدمجون. باعوا دمجناهم، فاخذوا قدر الممكن اسلحه الاسترايك المطارق او اسلحه الفيزيكال اتاك مالتها عالي حتى تكسرون اجسامهم. باعوا استخدموا افضل شيء هاي المهاره مالتني عليهم، تكسرهم بسهوله. كسرناهم، ابغى بيهم شيء، هذا قضينا عليه، وهذا ما بقى له شيء. هم راح نستخدم عليه مال التنين، وخلينا ستان، وجهنا له ضربه. هذا اخر واحد بيهم بقى، صاحب الرمح سبير. حصلون منهم سبيل كلش مميزه اللي هي الكريستال تورنت. تمام اصدقائي، هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى تنسون الاشتراك بالقناه والدعمي باللايكات.